باب حروف المد وأقسامه. وأحرف المد ثلاث تصف: الواو ثم الياء ثم الألف، وشرطها إسكان واو بعد ضم، وسكن ياء بعد كسر ملتزم، وألف من بعد فتح وقعا، ولفظ نوحيا لكل جمعا. فإن فقط بعد حرفه السكون والهمزة فالمد طبيعي يكون، وإن تلاه الهمس في كلمتي فواجب متصل كجاءتي، وإن تلاه بأخرى اتصلا فجائز منفصل كلا إلى، وإن يكون ما بعده مشددا فلازم مطول كحادا، كذاك كل ساكن تأصلا مخففا يكون أو مثقلا، ومنه ما يأتي فواتح السور، وفي ثمان من حروفها ظهر، في كم عسى نقص وحصرها عرف، وما سوى طف طبيعي الأليف. وإن يكن قد عرض السكون وقفا فعارض